مستلزمات ومختلف الأجهزة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا هو ما تم توزيعه في هذه المبادرة التضامنية الخاصة بالمؤسسات التربوية. هذه العمليات تمت بمبادرة مع بعض المحسنين وبعض المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على مستوى دائرة القلعة، واستطعنا بهذه الإعانات أن نوزع أكثر من 50,000 كمامة وما يفوق كذلك 1,000 قارورة معقم كحولي جيل هيدروالكوليك وكذلك أجهزة خاصة بمقياس الحرارة. إذن نشكر مثل هذه المبادرات القيمة التي تعيشها اليوم دائرة قليعة من إعانات للمستلزمات الخاصة بالبروتوكول الصحي، لكلها تدخل في إطار حماية أبنائنا التلاميذ من هذا الوباء وأيضا عمال قطاع التربية. المبادرة لاقت استحسان الأساتذة والتلاميذ لمختلف الأطوار عبر المؤسسات التربوية. بالنسبة لهذه المساعدات جاءت في حينها لأن البلدية ساهمت بقسط من المعقمات، ولكن قاربت على الانتهاء، جاءت في وقتها لنواصل صمودنا ضد هذه الجائحة. القيام بهذه الإمدادات من الكمامات والمعقمات، ونرجو أيضا أن تتكرر هذه العملية. ونشكر لتقديم الكمامات ولازم أن نقي نفسنا. أشكر الأساتذة لإعطاء الكمامات والغسول. بمثل هذه المبادرات وبتضافر الجهود يمكن الوصول إلى تطبيق بروتوكول صحي يحمي المتمدرسين والعاملين في هذا القطاع.